بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وعليه نتوكل ومنه دائما وأبدا نطلب السداد والتوفيق يا رب العالمين. انطلق مع هذه اللحظات شوطنا الخامس بتعداد أشواط هذه الفترة المسائية مع مسيرة وتحديات سن الحقايق في منافسات سباقنا المحلي التاسع، ومع فئة الإبكار الحافرة في مسيرة هذه الأمتار الحافلة بالإنجازات دائما. لنبدأ معكم ومع مسيرة هذه الانطلاقة لنتابع على المركز الأول الدانة. الله يا الدانة من تفتتح هذه الدانة الغالية والثمينة. النداء للأسماء الخمسة الأولى تعود الملكية لسعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم الثاني، والتضمير عن جمعة أبو بكر بن محمد من يتابع انطلاقة الدانة بعملية التضمير. المركز الثاني يا لحالات الصدف من تحمل الرقم اثنين هماليل، بدأت تواصل الضغط على البداية مبكرا بانطلاقتها مع المركز الثاني. تعود الملكية لسعادة الشيخ خليفة بن عبد العزيز بن جاسم آل أحمد الثاني وعبيد بن علي السناري من يقدم لنا هماليل من غيرت مجريات الشوط بعملية التضمير. المركز الثالث التواجد مشاهدينا الكرام من قبل مياس من حضرت بهذه اللحظات في شوط وامسيه جميله لانطلاقه مياس لسعاده الشيخ علي بن عبد الله بن عبد الرحمن بن حسن الثاني من يمتلك هذه البطله الحاضره مع المركز الثالث. رابعا القدوم مشاهدينا الكرام والحضور الحضور تحمل شعار سعاده الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني سعيد بن راشد الزعبي من يتابع هذا الشعار بعمليه التضمير. خامسا تقدم صبر لسعادة الشيخ محمد بن عسل عبد الرحمن الثاني حمد بن لزيوح من يتابع هذا الشعار بعملية التضمير. الله يا البداية المقدمة والصدارة، هماليل هماليل على الصدارة. تعود الملكية لسعادة الشيخ خليفة بن عبد العزيز بن جاسم آل أحمد الثاني عبيد بن علي السناري من يقدم لنا هماليل على البداية على المقدمة ومع انطلاقة أول المراكز. حضور 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 بدأت تنطلق على المركز الثاني لتبدأ بحضورها الجميل وانطلاقتها مع المرتبة الثانية. تحمل لنا شعار سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم فيصل الثاني الشعار الغرفاوي بمتابعة الزعبي سعيد بن راشد الزعبي من يتابع هذا الشعار بعملية التضمير. المنافسة التحديات القوة والانطلاقات، هماليل حضور حضور هماليل في اللحظات الحاسمة الأمتار النهائية الأخيرة عن اختطاف نقطة هذا الشوط. ما زالت هماليل مواصلة الانطلاق نحو بر الأمان نحو الناموس، لكن يا سلام غادم حضور غادم الشعار الغرفاوي بانطلاقته على المرتبة الثانية مغير مجريات الشوط مع انطلاقة حضور ومع حضور حضور ومرورها نحو الصدارة نحو المقدمة مقدمة لجماهير هذا الشعار الإثارة الإبداع والإمتاع. تهانينا والتبريكات نزفها لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني على فوز حضور، والثاني لسعيد بن راشد الزعبي هو السعيد من قدم لنا حضور ومن قدم لنا انطلاقتها الجميلة واندفاعتها نحو خط النهاية معلنة الفوز والناموس. هذه لحظة وصول حضور إلى خط النهاية. التهاني والتبريكات. المركز الثاني كان الوصول من قبل هماليل لسعادة الشيخ خليفة بن عبد العزيز بن جاسم الأحمد الثاني. المركز الثالث وصلت على المركز الثالث. كان الوصول مشاهدينا الكرام من الشعار الغرفاوي مع المركز الثالث. المركز الرابع سد على المركز الثالث لسعادة الشيخ حمد بن عبد الله بن حمد بن جاسم الثاني مع المدهوشي في تضمير المركز الرابع. كان الوصول مشاهدينا الكرام من امواج الهجه الشحانيه. المركز الخامس وصلت مشاهدينا الكرام لظى لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني. التهاني والتبريكات نزفها لجميع الفائزين المتوجين بهذه الانطلاقه ومع منافسات وتحديات هذا المساء. هذه حضور ولحظة وصول إلى خط النهاية معلنة الفوز والناموس، وهذه لحظة اندفاعتها
خاطفة ناموس شوطنا الخامس ومهدية أبناء الغرافة هذه النقطة المسائية الجميلة. 4:18 ثمان أجزاء من الثانية تام تبريكات نزفها لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم فيصل الثاني والثاني أيضا لداعم هذا الشعار سعادة الشيخ حمد بن جاسم فيصل الثاني. وكذلك نهني من رافق حضور سعيد بن راشد الزعبي ثاني وسط هماليل 4:20 ثلاثة أجزاء من الثانية. الثاني تبركات سعادة الشيخ خليفة بن عبد العزيز بن جاسم الحمد الثاني والثاني العبيد بن علي السناري. المركز الثالث كان الوصول من قبل صدى على ثالث المراكز 4:22 بدون أجزاء من الثانية. الثاني التبريكات نزفه لسعادة الشيخ حمد بن عبد الله بن حمد بن جاسم فيصل الثاني والثاني لسالم بن عامر